لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. قانعة اسم عالم عربي مؤنث ويعني الاكتفاء بما هو موجود، وقالوا القناعة كنز لا يفنى، والقناعة الرضا بما أعطي، وهم يسمون قانعة وقنوع وقنيعة تعبيرا عن الرضا. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الانستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.